أهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين معاكم بفقراتنا الصباحية اللي رح تستمر معاكم إن شاء الله لساعة 12:30 بالدنيا عيد. إذا مش حابين تروحوا على الصالون بفترة العيد وحابين تعملوا تسريحة بسيطة وحلوة ومناسبة إنكم تطلعوا وتروحوا تعيدوا فيها على الناس اللي بتعرفوهم، اليوم مصفف الشعر بهاء ياسين رح يعطينا أفكار جديدة. كيفك بهاء؟ شو أخبارك؟ وإنت سالم يا رب، شو الأخبار؟ عليك أهلا. تمام. كمان في عنا الموديل تمارا. تمارا أهلا وسهلا فيك، اللي رح نعمل عليها اليوم الشعر. ايش اليوم بهاء بدنا نسوي؟ اليوم رح نعمل اشي كتير بسيط، اللي هو رح نعمل بوف من قدام عالي شوي، ورح نعمل الشعر بالفير ضربة واحدة هيك بالفير اللي يطعج بس يعطي ستايل حلو. أوكي. عشان هلأ دائما الصبايا بالعيد بكون ما عندهم وقت، ما في حدا ياخدهم الصبايا بالخاص مثلا اللي ما بسوق سيارة، ما في حدا يوديهم، والحمد لله عجقة. هلأ بدناش نقلل علينا شغل مثلا. بس احنا التارجت تبعنا انه احنا ندل الصبايا والستات بالبيت كيف يعملوا شعرهم وكيف بالزبط. يكونوا دائما ريدي لشعرهم اذا ما في ويكون مرتب يعني اذا بدهم يروحوا يعيدوا يكون الوضع منيح. فاحنا قررنا صراحة امبارح تمارا خليناها تيجي عندنا على الصالون سشورت شعرها وراحت على العيد وكل شيء تمام، وانا تقصدت على انه نجيبها اليوم على وضعها تبع امبارح. هلا هي هلا اليوم تمارا فنعتبر انها هلا فقت وريدي بدها تطلع تتغدى، ما عندها وقت تروح على الصالون. عندها شيء كثير بسيط تقدر على نفس شوار امبارح، مثلا اذا حابه تلبس دريس سمبل دريس يعني فستانيك بسيط، تقدر انها مثلا تاخذ بس هاي المنطقه اللي فوق عند الغره بتاخذها بطريقه يكون فيها فوليوم وترجع تعمل الجوانب. هو رح ياخذ منها كلاته بلكن 7 دقائق 8 دقائق، مش رح ياخذ منها وقت كتير. وتعمل من الجوانب بالفير اذا في عندها فير او ستريتنر بالبيت، اغلب الصبايا دائما بنحكيها هلا صاروا يتمكنوا متحكمين بالفير، فهذا اللي رح يصير معنا. هلا عاده بدي احكي كيف الطريقه، هلا ما رح اعملها انا، رح اعملها هلا، بس انه رح احكي كيف الطريقه. الطريقه دائما الصبايا لما بدهم يعملوا هاي البوف اللي بالغره من قدام، تحاول الصبيه انها تفتح ايدها بهاي الطريقه، هل قد هيك ايدها بتمسك اصابعها بين هذا الاصبع وهذا الاصبع، وتحطهم على جبينها. اول ما تحط اصابعها على جبينها من هون تاخذ لجوا بطريقه انها تعمل عمليه دائره. هي اول ما عملت عمليه دائره هي اخذت هاي المنطقه اللي هي الغره، وبنفس الوقت هي لبقت هاي المساحه على نفس الفيس شيب تبعها كيف الله خلقه سيريسلي. يعني ما يعني اي فيس شيب كيف هي بتاخذ ايدها راح يطلع بنفتح الايد شوي مش كثير تفتح ايدها الطريقة. راح تفتح ايدها بهاي الطريقه، او اذا انها مش قادر تفهم علي هاي الكلمه تاخذ من العظمه هاي للعظمه هاي، هدول العظمتين اللي هون في دائما الانسان في عنده هلالين هون بهاي المنطقه على اللي هو الفيس شيب، في عندنا هون هلالين هذا الهلال تاخذ من هاي العظمه وتاخذ من هاي العظمه. اول ما بتاخذهم بهاي الطريقه بيطلع معاها الغرة اللي لازم هي اللي هي عندها إياها بشعرها، هاي قسم الغرة بالشعر. أول ما تأخذها بتأخذها لفوق، إذا بدها ترش عليها سبراي عشان تسيطر عليها بترش عليها سبراي، إذا ما بدها هي حرة، وبتضرب ضربة مشط. أكيد أغلب البنات بيعملوا هلأ تنفيش بيعرفوا ينفشوا الشعر، تضرب ضربة مشط وترجعها لورا. هلأ هي حال ما عملتها ضربة مشط ورجعتها لورا خلاص صار في عندها ستايل، بعدين بتثبتها وبترش عليها سبراي. شيء كتير بسيط وحلو. وهلا هي مش ضروري تكون النفخه كثير يعني مرتبه على على القد، بالعكس احيانا حلو انها تكون هيك طبيعيه، تكون يعني طبيعيه ما تكون كثير مصفطه، الا اذا عندها مثلا هلا شيء كثير رسمي بيختلف، وبرضه بيختلف من ذوق لذوق. اذا الصبيه حابه شعرها من قدام يكون كثير ملفت عالي بدها اياه يكون واطي، هلا هذا تاتش لحسب الاذواق. هلا احنا خلصناها هيك اولموست، طلعت معنا الستايل تبعها. بنحط لها بس بوكلة أو بوكلتين ذات ست، تخيلي. هلأ هي ميس تمارا مبارح كانت عاملة شعرها بأول يوم العيد، عاملة شعرها ستريت، اليوم عملته من قدام بس هيك بوف صغيرة. وأخذت على ستايل جديد وغيرت من ستايلها هيك بكفي صراحة، كتير هيك مرتب very simple. تقدر تطلع فيه على عشاء، تقدر تروح فيه على عيد ميلاد، على سهرة. حلو. دائما احنا التارجت تبعنا ميس كلنا بنحكي انه اياك تحت، احنا ما يعني شوي ما بطلع انا بعمل اشي كتير فاشن، عم بحاول دائما التارجت تبعنا انه نعمل اي اشي عملي للصبايا يساعدهم بالبيت، يساعدهم اذا هم مسافرين للستات والصبايا اللي بيسافروا بحكم شغلهم، هذا هدفنا الوحيد طبعاً. انه احنا الهوم كير بسموه، انه كيف زبونتنا تكون مرتاحه حتى بعد الصالون، مش بس لازم داخل الصالون تكون هي
يعني ما تضطر ثاني يوم كمان مرة انها تروح على الصالون. بالضبط يكون الموضوع بسيط. هلا بتقدر هي تضيف، بتقدر تضيف، بتقدر تضيف مثلا من هنا فير، بتقدر تضيف مثلا تاخذ هدول تاخذهم لفوق عليها لهاي المنطقه، هذا حلو حسب كمان. ايش في هي عندها مناسبه وحسب الإشي اللي رايحه عليه وحسب طريقه يعني. هلا هي اخذت الخصله هيك، اذا بدنا نرفع البواقي برضه بنرفعهم لحالهم. الجوانب قصدك، الجوانب البواقي يفضل انها تاخذهم يعني حسب هلا دائما الصبايا بالبيت عشان يتحكموا بشعرهم ياخذوه على اقسام، ما ياخذوه مره واحده. لانه لما بدها تكون واقفه هي على المرايه صعب انها تسيطر، فانه اذا بتاخذ على اقسام هي بتسيطر اكثر. فدائما في، وفي بوينت كتير مهمه دائما، هلا حكينا عن هاي البوينت اللي هون بالجبين، اذا تاخذ الجوانب دائما تحط اصابعها هدول عند عظم الدانها من هون، هدول عظمتين الدان من هون، تركز عليهم اصابعها وتاخذ باتجاه الاعلى يعني. تاخذ اصابعها لفوق، هي عملت نص رفعه. اوكي يعني هدول اشياء كتير بسيطه، حركات بسيطة كتير بسيطه بتخلي الشخص انه ياخذ يحصل على ستايل جديد ومميز وفيري فيري سمبل وسريع يعني. هلا انا هيك خلصتها، هلا عملنا نص رفعه وعملنا بوف من قدام. انا عم بتقصد على صراحه اني اعمل اكثر من ستايل من طريقه. طبعا بطريقه ارتب ناخذ فيها، بنحط سبراي، بنرتب السايد اكثر. يفضل انه كمان الست او البنت يكون عندها سبراي بالبيت، اكيد بيساعد على الاغلب. المفروض انه مفروض يعني حسب ما بتوقع انه اغلب الصبايا عندهم سبراي بالبيت، لانه هو شيء كثير اساسي زي البيرفيوم، المفروض انه باي لحظه ممكن تستخدم سبراي. عملنا نص رفعه من ورا هيك، نقدر هم بس حطينا شكين طوال يعني هدول حكينا فيهم مره ماضي انه بتقدر تجيبهم من اي مكان، اللي هو هذا الشك طويل، هذا كثير عملي. هذا عارف شو بيساعد؟ بيساعد على اللي انا عملته هلا. بياخذ كميه كبيره من الشعر، بس عشان انت تسيطر عليه لازم يكون في تحتيه بوكل. أوكي. عشان يعطيكي هولد اكثر، يمسك البوكل اللي هي صغار اللي انا حطيتهم. هلا احنا حطينا بالبدايه. لو سمحتي تمارا تنزل راسك لتحت بليز. حطينا بالبدايه بوكل هون عشان نمسك البوف، لما رفعنا عليهم هدول الجنبين هذا الشك على طول بينحط مع على جهه البوكل عشان يدخل معهم ويثبتوا على بعض. بينما اذا انا بدي احطه على شعر عادي بعد ساعتين ممكن يسحل. فهذا إشي كثير عملي. طيب وبعدين تمارا شعرها ناعم، فكمان انه من الشعر اللي بسحل يعني، ممكن يسحل اذا ما كانت ماسكته، اذا ما كان محطوط بطريقه متحكمه يعني ماسكه بيسحل. اوكي نرجع ل هلا خلصنا، هلا هذا عملنا ستايل، عملنا اثنين. هلا بنقدر نعمل مثلا من قدام نطعجه ونقلبه بالفير لورا. هلا كثير موضه انه الشعر يكون مقلوب لورا بالفير، هلا ستايل وكثير موضه، رح نعملها اياها هلا لتمارا. وحكيت في البداية إنه أغلب الصبايا صاروا يتحكموا بالفير وعندهم فير بالبيت. إلا أنا المفروض ما بعرف أتحكم بالفير. خلص بنعلمك عليه. تقدر ورجيتنا قبل هالمرة صح؟ حكينا كيف طريقته، كيف ناخده. بتقدر تاخده خصل رفيع، تقدر تاخده بس على أطراف شعرها حسب طول شعرها والتمكن تبعه والتحكم. هلأ إحنا هاي الطريقة اللي عم تاخد فيها هي خميلة و عريضة الخصلة، خصلة عريضة وخميلة تقريبا. هي خميلة ميديم سايز، هي مش كتير خميلة. هلا اللفة العريضة بالعادة كيف لازم ناخدها إذا بدنا لفة عريضة بالفير؟ منخمل كمية الشعر، منخمل كمية الشعر. باخد كمية شعر أكتر عشان الحرارة ما بتوصل على يعني ما بتعطي يعني الشعرة إذا أخذتها بهاي الخمالة لما بعرض عليها حرارة ما بعرض عليها حرارة عالية. فالطعج بتيجي أعرض، يعني في أماكن ما بتوصل عليها حرارة 100%، تسحل بس بضلها ماخذة شكل عريض. يعني هلا هاي بعمل لك اياها، هاي خميلة وهاي رفيعة، طلع هاي كيف اخذت معي كيرلي قوية. هاي على طول هلا اول ما اعطيها رح تاخذ معي شوية اقل اعرض الويف، رح يطلع اعرض لانه الشعرة خميلة على الفير. واذا بدك بتقدر تجيب فير عريض سايز اعرض برضه بيساعد، بس انا دائما بنصح للصبايا انه ياخذوا فير هذا السايز عشان بيقدروا يعملوا فيه كل الستايلات، بينما اذا اخذنا فير عريض بس رح ناخذ العريض معين، فهي يعني اسهل لها برضه. هلا هذا اعرض. اوكي يعني على ستريت بتكون تكون اعرض. كيف
كيف نقدر نخلي الفير يمسك أكتر على الشعر؟ بتقدري إذا إنه عندك مناسبة مهمة بتقدري مثلا تستخدم مع كل خصلة قبل ما تحطي الفير عليها ترش عليها سبراي قبل ما وهي هيك ترش عليها سبراي وتشتغلي بالفير بيطلع معك هولد أكتر. بتقدري ومن إذا بعدها برضه بنرجع بنحط سبراي وبس خلصي أكيد بس تستخدم سبراي أو بتقدري تاخدي خصلة رفيعة وتسلطي عليه الفير برضه بيعطيكي هولد أكتر ووقت أطول. أوكي. يعني بضاير معك يوم ويومين. عادة الفير هو الحل الأمثل والوحيد للصبايا والسريع يعني دائما أي شيء على طول أنا بعمل فير باخد ستايل جديد وديفرنت ودائما ضربة الفير شو لو إنك عملتي كل يوم ما بتاخدي نفس الويفي ما بتاخدي نفس الطاجة بطلع غير عن اللي قبلها فدائما بتكون مميزة فالفير إشي كتير عملي وسريع. في هلا كمان يعني شفت اكثر من مصفف شعر بيعمل الفير بالستريتنر او بخلي الشعر يصير كيرلي بالستريتنر هذا ايش بيفرق عن الفير العادي اللي مدور؟ طريقه التحكم بيعطي ويفي اعرض. ايش سؤالك؟ بيمسك اكثر يعني ما دخل كلياته بالنهايه عباره عن جهاز سيراميك فيه حرارة معينة بيسلط على الشعر بيعطي التشكيلة بس الفير هو عبارة عن إشي دائري والستريتنر هو عبارة عن زي ملقط فلما أنا أحطه بيطلع الشعر عندي الويفي أعرض هيك على زيجزاج تقريبا الفير بيطلع على كيرل أكتر على ويف. هذا الفرق. حلو الشغل فيه إذا عندك الستريتنر بتقدر تسيطر عليه حلو بيطلع إشي حلو برضو. انت عم تعمل لها خصل اعراض؟ عم باخذهم خصل اعراض عشان يتناسب مع البوف اللي عملناها. طبعا هو ابدا ما بياخذ وقت. لا لانه احنا عم نحكي مش بياخذ الا 10 دقائق يمكن الست. خلصنا اول مصدر عندنا بس خصلتين وعلى طول راح تفكه وهي هيك خلصت عملت ستايل كثير حلو. حلو كثير. اذا معنا وقت بقدر افكه ونعمل شيء برضه ثاني كمان سريع. مش عارفه هلا بنشوف ايش بيقول لنا المخرج. بعدين إذا بدنا نحكي إنه هذا البوف مثلاً حسب شكل الجبين اللي عم بشوفه ليتلي على الكاتوك أو على الفاشن الجبين العريض كتير مركز عليه أزا موديلز يعني صبايا الموديل عم بيركزوا عليهم إنه عندهم جبين العريض اللي هو الدائري اللي داخل جوا شوي هلأ شوي عليه تركيز ليه؟ ما بعرف صراحة ليه بس إنه عم بلفت نظر كتير إنه عليه تركيز إنه الجبين يعني عم بشوفه دارج على الموضة فالصبايا اللي عندهم جبين ما يعني يقلقوا إنه عندهم جبين حلو. مش حلو جبين هلأ تبرزوا هلأ كتير عليه تركيز كتير حلو زي جبين تمارا يعني زي جبين تمارا بالعكس كتير حلو أنا بحسه بيعمل مساحة هيك للوجه حلوة حلو بيبرز وبعدين البنت اللي عندها او الست اللي عندها جبين عريض بتقدر كتير تتفنن بشعرها بالغره او غيره على جبينها كتير بتقدر تعمل اشياء حلوه بس الوجه النحيف لا بيكون محدود احيانا الوجه النحيف دائما النحيف المطاول تقريبا قصدك دائما نفضل انه يكون في عندنا شعر مرفوع عن الوجه يمكن او عن الجبين يكون في غرة على الجبين عاده عشان نقلل من حدية الطول لانه اذا انا اذا باخذ شعر على وجه نحيف وطويل باخذ شعر لفوق انا نحفته وطولته وازود فانا دائما بحاول اني احط عليه شعر عشان اقلل من حدية طوله. طيب انا قالوا لي بالجاليري انه في سؤال على الفيسبوك بس لو بنقدر نرجع نحكي السؤال كمان مره عشان نساله. طيب في بنت عم تتواصل معنا على الفيسبوك بتقول شعرها خميل وتقيل بتلفه باللفافات لمدة 6 ساعات بس تفكه برجع بسحل فإيش ممكن يكون السبب؟ بتلفه باللفافات بس إذا أنها بتلف شعرها باللفافات على شعر ناشف تخليه شوي رطب لمدة قديه؟ 6 ساعات بتضلها لافتة بس تفكه بفلت تستخدم اي برودكتس اللي هو فوليومايزنج او برودكتس قبل ما تلفه تحط عليه مثلا اي شيء اللي يعمل هول للشعر اللي يعطيه تماسك اكثر بعدين تلف شعرها باللفافات وتحاول وما يكون كثير ناشف يكون على ويت شوي عشان لما ينشف دائما اذا بنلف الشعر على شعر ناشف ما بياخذ ستايل سريع زي ما بدنا بالعكس ما راح يعطيني النتيجة لازم ألفه على شعر ويت شوي وإذا هي بتلفه على شعر ويت تستخدم له برودكتس اللي هو هولد برودكت
في سبراي بينباع، يا اما بتلف بترشه على شعرها بعد ما تلف شعرها باللفافات، يا اما بترشه على شعرها وهي بتلف قبل ما تلف اللفافات، حسب البرودكتس ايش هو بيساعدها باسرع وقت انه يضاين وبيضاين اكثر. وكثير حلوه فكرتها، كثير حلوه وعمليه. طب الشعر بس نلفه بس يكون رطب، يفضل انه نشفه كمان باستشوار وهو ملفوف ولا لا؟ اذا بتلفه 6 ساعات اكيد رح ينشف لحاله، بس انا برجع بنصحها كمان انه بعد ما تلفه تقدر انها باستشوار تفك بوز السشوار، ما تخلي بوز السشوار اللي بيطلع هواء رفيع، تفك البوز وتخلي سرعه السشوار وسط والحراره عاليه، وعلى اللفافات تسلط حراره مع رشه سبراي وتسلط حراره. اوكي، صلت حرارة لمدة 4-5 دقائق أو على زمان حوالي 10 دقائق أكثر على اللفافات، مع بعدين ترشة سبراي وتتركه اللي هو الوقت اللي هي تركته، رح تاخذ وقت أحسن وضيان أكثر، ما رح يسحل المفروض. لأنه أحياناً الحرارة هي اللي بتخلي الشعر يمسك، صح؟ الحرارة طبعاً بتساعد على تشكيل شكل الشعر. هلأ برجع بحكي لها كمان إشي، إذا إنه ما مسك معاها احتمال انه عشان شعرها خميل وتقيل لازم لازم تقص شعرها، تعمل بشعرها لايرز او يعني لونج لايرز، شعر تدرجات بس بطريقه طويله ما يكون قصير لانه شعرها خميل، عشان دائما الشعر الخميل اذا بكون طول واحد بكون تقيل من تحت، فبصير يشد الشعر بتقيل، ما بيعطيك اي ستايل انت بناسبك. احنا هيك لتمارا خلصنا. حلو، عملنا إشي very simple، وبرضو بترجع تقدري تعملي كمان على نفس هذا الستايل، بتقدر هي مثلا تاخده على جنب تحط بس من هنا مثلا بس دبوسين صغار من وراء الإيدين حسب هي إجا عبالها، هيك برضو أخذت كمان ستايل تاني. إنه هلأ الموضة رايحة على simplicity أكتر، على البساطة أكتر، على الإشي بس اللي بيعطي بيبرز الجمال بطريقة كتير أنيقة، مش بطريقة كتير مش صارخة يعني. صارخ. كل ما بيكون هذا صار على الجنب، هاي الجانب الثاني عندها ستايل على السايد. إحنا حلو. عملنا أكتر من طريقة، إذا معكم وقت كمان بضلني أعملكم أكثر بنفس الستايل اللي إحنا عملناه ونفس دول البوكلتين حطيناهم، نقدر ناخد أشياء كثير وسريعة ما بدها أي يعني، إحنا عملنا لها أولموست شعرها انعمل زي كأنها طالعة من الصالون على ما أعتقد طبعا بأربع خمس بوكل وخلصنا شعرها. أكيد أنا أقول لك يعطيك العافية، شكرا لك مرة، كل عام وأنت بألف خير، وتمارا نعيما كثير حلو شعرك، شكرا لك. كل سنة وأنت سالمين، أهلا وسهلا فيك.